السلام عليكم. ايه سكر خالد؟ احنا حكينا كثير عن قصص انه القطط كثير بتحب تلعب باجسام غريبه وبالتالي ممكن انها تبلعها وتعمل لها انسداد نعم. سكرة حتى يمكن نزلت على الصفحه قبل هلا من فتره اجتنا باعراض هضميه، بالفحص تبين معنا انه المشكله بلع، وفعلا باخر الفحص فتحنا التم لقينا في شيء تحت لسان. نفس المبدا اليوم صراحه رجعت معادت نفس القصه، أعراض هضمية في يعني مشاكل، كمان أثناء الفحص نالهم كأنه رجع بالعة، رفعنا لسان شوي وإذ تحت لسان في شيء طبعا بسم الله. هلا المشكلة الكبيرة هو صعيب بين ولكن ما بصير إنه ينسحب، لما يكون الخيط داخل للجهاز الهضمي أم ورا سكرة، طبعا هي أخذة مهدئة بس يعني في شوية حركة، لما يكون الخيط داخل للجهاز الهضمي مو بس فايت بالفم، ممكن يكون فايت بعد المعدة الأمعاء دقيقة وحتى أحيانا الأمعاء الغليظة، وبالتالي بندير بالنا. أنا شدة بسيطة عم بشد عم يطلع معي، حنحاول بشد بسيط جدا بس إذا كان في مقاومة فللأسف بدي انفتح الأمعاء. رح نفتح البطن ونسحب الخيط، حنشوف وين وصلان وليش ما عم يطلع معنا بمجرد شدة بسيطة بالفم. طيب ليش ما بينسحب من التم؟ لأن احنا عنا المليء، المعدة، بداية الأمعاء الدقيقة، كل شيء من جعدة هو وصلان للخيط، أقصد ليش وصلان للأمعاء، هذا كلياته شد الخيط. لما بيشد بصير مثل الكم يلي دفشناه على بعضه، بالتالي شوف لو وين شاب الخيط. اذا من الفم الى هالمنطقة هي، حتى عامل اذية هون قوية يعني في نزيف للخارج، فهذا الشيء السبب انه ما بصير ينشد الخيط. هلا نحن قلنا هذا الطول كلياته من الامعاء كان وصلان لهون بالامعاء قلناه كلياته، بس واصل الى الفم قرب لساته يلي بالفم بالفم، وبالتالي قديش طويل. يلا اذا الخيط الاولاني اللي طلعناه ما مشي الحال انه يطلع كاملا، رجعت هلا انسحب معنا الخيط اللي بالفم، اي منطقه ثانيه فتحناها، طول الخيط هذا طول الخيط. هلا رح نرجع نقص بقى لنا النص ونسحبهم من فتحة واحدة. يلا